السلام عليكم. يدخل مصنع طسيالي الجديد لإنتاج قطع الحديد المسطح في حيز الخدمة الآن في إذن ولاية وهران بمنطقة أرزيو، و يعني هذا المصنع هذا الجديد هو يعتبر ملحقة للمركب يعني الكبير لإنتاج الحديد نتاع طسيالي. إذن هذا الفرع الجديد الذي تم افتتاحه هو مهم جدا ويكتسي أهمية قصوى عالمية، خاصة وأنه يعني ينتج الحديد المسطح، وهذا الحديد المسطح يستعمل في إنتاج الهياكل تاع السيارات والشاحنات والمركبات بصفة عامة، يدخل في إطار الإنتاج نتاع كل أنواع المركبات، يعني حتى المركبات العسكرية والمركبات الصناعية والبواخر. يعني هذا الحديد المسطح هو مادة استراتيجية هامة جدا، والآن فيه استثمار كبير تم من طرف إذن شركة طسيالي بالمشاركة مع الجزائر لإنتاج هذه المادة الأولية في الصناعات، يعني تقريبا نقول 50% من الصناعات في العالم تحتاج إلى الحديد المسطح هذا، وبتقنيات جد متطورة، يعني آخر ما تم الوصول إليه من يعني تقنيات الإنتاج نتاع هذه المادة الأولية يعني الأساسية في الإنتاج الصناعي. نترككم تتابعون إذن هذا المركب الجديد الذي تم يعني وضع حيز الخدمة من طرف مجمع طسيالي مع شريكه الجزائري في منطقة أرزيو. نترككم تتابعون، والسلام عليكم. Thank you.